مساء حديث المساء اليوم مناسبة أكثر من رائعة إن إحنا نحتفل بخلو مصر من فيروس سي. وأنا دايماً بقول اللي يعني أنتوا شايفين إنها حاجة سهلة، لكن اللي تعرض لفيروس سي ولم يكن هناك علاج صدقوني المسألة كانت بتبقى صعيبة. رغم إن إحنا بنقعد نقول إن الكانسر والكانسر، لكن في أوقات كثيرة جداً كان الكانسر هو المرحلة اللي بعد ان يبقى في مشكلة في الكبد، ثم يبقى في تليف، ثم يبقى في بعض الاورام. يعني المسألة كانت صعبة جدا، وكان الاختراع الرائع هو الانترفيرون، وكان الانترفيرون برضو باسعار باهظة الثمن. ما حدث من طفرة صحية كبيرة جدا في الاونة الاخيرة وتحديدا في فيروس سي، وان سوفالدي بيتم صرفه بالمجان، وهذه الحملات الكبيرة تأكدوا انها حاجة جميلة جدا جدا. ومن هذا المنطلق احنا بندخل بقى على حلقتنا النهاردة، وحلقتنا النهاردة ليست ببعيدة، جامعة الإسكندرية. جامعة الإسكندرية اللي أنا بشرف إن أنا إحدى طالباتها وإحدى خريجيها. جامعة الإسكندرية الأول رئيس جمع عليها العميد الأدب العربي طه حسين. جامعة الإسكندرية وكلية طب الإسكندرية المليئة بالقمم والقامات العظيمة الطبية، لكن دائما إحنا زمار الحي لا يطرب، إحنا بنعرف إمتى لما نروح نتعالج بره ويقولك أصل أنتوا عندكوا علاء النجار، أصل أنتوا عندكوا دكتور حناوي، أصل أنتوا عندكوا خليفة عبد الله، كل هذه الأسماء صدقوني بتشارك، وبتشارك بقوة بأبحاث علمية كبيرة جدا. لكن إحنا يمكن بنعذر العديد من الأطباء لأن الأعداد كثيرة والهجرة كبيرة في الأطباء، ومش ممكن أبدا نحط الطبيب متهم لسبب واحد بسيط جدا. هو في حد فينا عايز يفشل؟ مش ممكن، إلا إذا كان إهمال، والإهمال ده حسابه مش عند النقابة ولا عند حد، حسابه أمام الله كبير جدا. لكن أنا بعرف أطباء كثر في جامعة اسكندرية بيعملوا جمعيات تبع الشؤون الاجتماعية لخدمة مرضاهم، عشان يجيبوا تبرعات، علشان يقدروا ان هم يصرفوا لهم العلاج، عشان يعملوا العمليات. صدقوني مش كل الاطباء بالشكل اللي احنا بنشوفه، اصل خد مني كذا، اصل هو متعاقد مع شركات ادويه، انا لست مكان، او انا مش انا اللي دافع عن اطباء مصر وتحديدا القامات العلميه الكبيره. والنهارده معانا احد هذه القامات، مدرسه اليابان. فتخيلوا انتوا بقى المدرسه العلميه بتاعته مدرسه اليابان، فتخيلوا الانتظام، فتخيلوا الدقه، وتخيلوا كمان الإنسانية. أنا دايما بقول على الطبيب حكيم. حكيم ليه؟ لأن هذه كلمة لها مدلول كبير جدا جدا، إحنا حرفناها الآن، لكن حكيم دي كان كلمة لها مغزى كبير. دكتور علاء النجار مع حاجة أنا يعني فيها، قال للمريضة أنت ليه بتعملي كل الأشعة الغالية دي؟ ما نعمل أشعة رخيصة الأول. طيب هو لو هو شايف ان المريضه مقتدره هو ماله، لكن الحقيقه في التعقيب ده انا بقول الطبيب الانسان. معنا معكم على الهواء مباشره استاذ الدكتور علاء النجار، رئيس اقسام المخ والاعصاب بكليه الطب جامعه الاسكندريه. اولا مبروك. شكر جدا جدا، والله يبارك في حضرتك. احنا اللي تشرفنا دكتور، واحنا لازم نهني انفسنا ان يكون في رئيس اقسام بهذه الاخلاقيات. طبعا كل الاساتذه افاضل، لكن احنا سبق لنا التعامل في الحالات المجانيه كثيره، وما اقدرش احكم طبعا على طبيب من الحالات المجانيه فقط، ولكن من الطريقه الانسانيه. دكتور علاء النجار، الحته بتاعتك حته صعبه قوي، العمود الفقري. قاع الجمجمة والعمود الفقري وأورام المخ كلها الحقيقة ما بتصعبهاش على الناس يا دكتور. لا طبعا، بيجي لك العيان، أنا رحت كتير وشفت في المستشفى، بيجي لك العيان مات من اتنين، تقوله بس أصبر بس إن شاء الله، وعارف إنه عنده كانسر، وعارف إنه قول لي يا دكتور أنت من أنهي مدرسة قبل ما يدخل في القسم؟ مدرسة التهوين ولا التهويل ولا الوسطية في الأداء؟ هو الحقيقة الوسط في كل حاجة هو أحسن حاجة. لكن يعني لازم طبعا أن أنا المريض نفسه أبسط له الأمور، لأن الحالة النفسية للمريض
مهمة جدا كجزء من الشفاء. المريض لما نخوفه مؤكد حالته النفسية بتسوء، فده بينعكس على الحالة الصحية له. فإحنا بنطمن المريض، لكن في نفس الوقت لازم المريض يبقى فاهم مرضه ده عبارة عن إيه عشان يبقى متعلم. المدرسة اليابانية ولا المدرسة اليابانية مش كده؟ المدرسة اليابانية مدرسة صلبة جدا الحقيقة. بيقعد مع العيان فاميلي ميتينج، ده بيبقى قبل العملية بيوم، بيقعد مع العيان وأهل العيان ويشرح لهم التفاصيل الدقيقة والمضاعفات اللي ممكن تحصل ولو بنسبة 1 في 1000. فالحقيقة أنا ببقى، أنا ما كنت بنقعد مع الأستاذ بتاعي اللي هناك، كنت ببقى مشفق على المريض وبيقول له أنت ممكن تموت في العملية، ممكن يحصل لك نزيف في المخ ويحصل كذا، ممكن يحصل لك شلل، ممكن ممكن. طبعا هنا في مصر للأسف الشديد إحنا في ظل العلاقة المتوترة لا يا دكتور ما تقولش كده، والله يا دكتور دي يعني ايه لا يجوز التعميم، نحن نقدركم بشكل كبير جدا يا دكتور. زين تقول علاقه متوتره، لا عايز اقول يعني انت يد الله في الارض، يعني ازاي يعني هو الشفاء من عند ربنا بس انت سبب. احنا بنحاول حاليا ان احنا للاسف نتيجه بعض الامور حضرتك اكيد ملم بيها والمشاهدين ملمين بيها، الظروف الاقتصاديه احنا بنضطر نشرح للمريض، بس مش بنخوفه بالدرجه دي، بس بنقول له والله في نسب ضعيفه جدا ممكن تحصل، لازم المريض او على الاقل حاجه حد من اسرته يعني اخوه والده والدته زوجته تبقى ملمه بايه اللي ممكن يحصل، علشان لو لا قدر الله حصل مضاعفات ولو نسبتها ضعيفه جدا يبقى فهمها. في مريض ممكن تقول له ممكن يحصل كذا، لك انا مش هعمل عمليه، وهو هو يعني خلاص ويقدر يختار، يعني مفيش طبعا عمليات بالاجبار. طيب عايزه اسال سؤال يا دكتور، يعني انت لما بتروح احنا كلنا لما بنروح لطبيب بره المستشفى الجامعي دلوقتي بعد الواقعه الاخيره بتاعه التخدير بيديك بورقه تمضي عليها وفيها حاجات بقى من الشبه اللي حضرتك بتقولها دي، اذا حدث كذا هل ده يتم في المستشفى الجامعي ولا بيتم في المستشفى؟ ليه بقى يا دكتور؟ ما ده مخيف. بيتم لان حضرتك برضو للاسف، ودي طبعا اللي هقوله ده نماذج بسيطة جدا لكن ممكن تحصل، ممكن يعني يبقى خد أحسن خدمة ومجاني، والدكتور زي ما حضرتك عارفة بيبقى بيعمل الكلام ده يعني بدون مقابل مادي فعلا، ومع ذلك تيجي تحصل مشكلة ولو بسيطة جدا يفاجئ الطبيب إن المريض بيشتكيه مثلا. فإحنا بنفهم المريض، وطبعا يعني حتى الانفورمد كونسنت اللي هو اللي المريض بيمضي عليه قبل العملية، ده مش حماية للطبيب، الطبيب لازم يقوم بدوره كاملا حسب الـ يعني القسم، ايوه قسم، وحسب الاعراف الطبيه يعني بيروقراط مش كده، ابوكراط يعني العمليه لازم تتم طبقا للاعراف الطبيه وطبقا ل يعني العلم الحديث. وطبعا لا يخفى على حضرتك ان حاليا الامكانيات وخاصه في التخصص الدقيق اللي هو جراحه مخ والاعصاب بتفرق جدا، والدولار ومكلف جدا، ولكن الحقيقه يعني عندنا في الجامعه متوفره كل حاجات يعني تقدر تقولي ممكن زي بره. دكتور علاء النجار هو كان رئيس الوحده في وقت من الاوقات قبل ما يبقى رئيس الاقسام، والحقيقه الوحده دي مفخره لكليه الطب. يعني هو اكيد بيشتغل برايفت، بس انا لما كنا بنبعت حالات كان يسال سؤال قادر ولا غير قادر، فنقوله غير قادر، فيروح الميري ويعني زملاء صحفيين كثر عملوا هذه العمليه وطلعوا زي الفل من هذه الوحده. في قوائم انتظار؟ هي وحده، انت تقصدي طبعا وحده العمود الفقري. أيوة. انا تشرفت برئاستها لمده 4 سنين قبل ما ابقى رئيس القسم. الوحده طبعا عليها ضغط عالي جدا جدا، لان طبعا عارفه ان مكلفه جدا بره، مش كده وبس، عدد الناس اللي بتتردد على العيادات الخارجيه عندنا من 120 ل 140 عيان يوميا. اسكندريه، البحيره، مطروح، كفر الشيخ، بالظبط 4 محافظات بحوالي 15 مليون تخصصته ده يا دكتور هو الاول من نوعه على مستوى الجمهوريه؟ قسم جراحه المخ والاعصاب اسكندريه هو اول قسم في الجمهوريه وفي الشرق الاوسط. احنا القسم بتاعنا انشئ تقريبا 1955. وبعديكم مين؟
بعدين القصر العيني بعد كده عين الله شمس. الله الله تعيش في اسكندريه. فاحنا فعلا اول قسم انشئ كان الدكتور طبعا دكتور سموئيل بقطر الدكتور جمال عزب دكتور الشواربي يعني كلهم اسماء الحقيقه برضو لو انت حطيت هذه الاسماء على جوجل هيطلع لك جامعه اسكندريه بشكل جيد. طيب حلو قوي. احنا اللي ابتدينا احنا فين يا دكتور؟ احنا بعيد قوي عن العالم ولا قريب ولا امكانياتنا مش مخليانا نواكب ولا ايه؟ لا الحقيقه احنا مش بعيد خالص بالعكس. يعني احنا مواكبين تماما. لنا رانك احنا مواكبين تماما. لا هو الرانك مفيش رانك للقسم ورانك الجامعه طبعا معروف. جامعه اسكندريه هي تاني جامعه في الجمهوريه وفي الترتيب مش وحش على مستوى العالم يعني. قسم جراحه المخ والاعصاب بالتحديد من الاقسام اللي بتنشر نشر دولي كتير جدا. احنا القسم عندنا مقسم الى 5 وحدات مع الفلوس اللي غير عاديه دلوقتي في النشر واللي بالدولار بتنشره بننشر كيو 1 ولا كيو 2 في كل حاجه عندنا في حاجات في كيو 1 ويعني عندنا وعندنا نشر طبعا في مجلات محليه ومجلات اقليميه ومجلات عالميه في امريكا واوروبا بندفع. وهي الجامعه على فكره اللي بينشر في حاجه بتعوضه بمبلغ يعني معين او برضه يبقى تعويض له. وبعدين النشر غالبا بيبقى مشترك يعني ما بيبقاش استاذ لوحده اكتر من استاذ. يعني عندنا مثلا فريق او وحده اسمها وحده العمود الفقري ممكن 5 6 ينشروا حاجه مع بعض في الابحاث. وحده التخصص الدقيق يعني وحده الاوعيه الدمويه للمخ جراحه او قسطره تداخليه. وحده الاطفال جراحات المخ والاعصاب اطفال. وحده طبعا قاع الجمجمه واورام المخ. وفي وحده كمان جديده يمكن لسه انشاناها جديد اللي هي وحده الجراحات الوظيفيه والاعصاب الطرفيه. الا وهي الجراحات الوظيفيه دي قول يا دكتور مين ماسك هذه الوحده وشغلانتها ايه وهتعمل ايه لان انا اول مره اسمع عنها. الجراحات الوظيفيه اللي هي الحاجات زي البين زي علاج الالم او علاج شلل الرعاش او علاج اللي هي جراحات تتعمل للي عنده شلل الرعاش او جراحات تتعمل للي عنده عشان شلل الرعاش بتنجح طبعا طبعا التقنيات بقت مختلفه تماما. بس المريض طبعا لازم يستنزف كل وسائل العلاج مع زمايلنا من تخصص امراض المخ والاعصاب والحال يوصل ان هو خلاص الدواء ما بتجيبش نتيجه احنا بيحولوا علينا وبنتعامل معاه طبعا. بس طبعا هي المشكله انها مكلفه جدا جدا فلازم بنلجا لعلاج علاجات الدوله او لا انا اقصد في الجراحه بقى يعني المريض يبقى الموضوع مكلف جدا عشان نزرع له جهاز معين بيدي تنبيه معين لجزء معين من المخ يقوم يضيع الرعشه. دي وحده جديده دي وحده لسه منشاه جديده. طب حطوها من قد ايه يا دكتور؟ ده لسه من شهرين من ساعه ما انا مسكت. بس ربنا يديك الصحه. قول لي فيها تم فيها جراحات ولا لسه؟ لا بنعمل فيها احنا اوريدي بنشتغل فيها من زمان. بس احنا عشان يعني احنا عشان التخصص الدقيق وده حاجه كويسه قوي عشان نصحي يعني ننشئ تخصص والناس تهتم بيه والدكاتره يوم تهتم بيه لازم يبقى له حاجه معينه ومجموعه معينه زي العمود الفقري. لما انشانا وحده العمود الفقري بقت اكبر وحده عمود فقري في الجمهوريه تقريبا. دكتور علاء النجار من الدكاتره اللي لها اسم واللي هو مش فاضي المناصب الاداريه. يعني المناصب الاداريه برضه بتاكل من الانسان يومه لانه ما دمت قبلت فانا لازم اؤدي لانها رساله امام الله. وانا كنت عارفه كويس قوي انك لما هتمسك رئيس قسم مش ما هياش حاجه تشريف لكنه تكليف. عملت ايه في ال60 يوم؟ وانا عارفه انت عملت ايه في الشراء الموحد والاتصالات الحقيقه لا يألو جهدا. بس انا عايز اعرف بقى التفاصيل. هو الحقيقه طبعا وجودي في المنصب ده شرف ليا طبعا ان انا ابقى هو تكليف يا دكتور. اساتذتنا الكبار اللي سبقوني طبعا كلهم كل واحد ادى دوره اكيد وكل واحد عمل حاجه جديده. انا بحاول اعيد هيكله الاسم يعني بالوحدات التخصصيه اللي اتعملت من قبلي طبعا. بنحاول يعني نحصل على مصادر لدعم القسم. عندنا جمعيه اصدقاء مرضى جراحه المخ والاعصاب جمعيه مشهره قديمه تبع التامينات الاجتماعيه. الاساتذه نفسهم بيتبرعوا. الاساتذه بيتبرعوا والشعب المصري شعب طيب الحقيقه بيقفوا معانا كتير جدا. يعني احنا مثلا في خلال كام يوم انشانا غرفتين للافاقه. حاليا في مشروع كبير لتطوير العنايه المركزه ورفع قدرتها الى 10 سراير. وكان في جهاز انتوا خلاص بصدد وطبعا ما هو الجهاز ده مخصوص لوحده
الجراحات الوظيفيه اللي هو جهاز التردد الحراري اوريدي فريكونسي الباس ريدي فريكونسي. ده طبعا بيتوفر لنا عن طريق هيئه الشراء الموحد والاجراءات ماشيه. وده طبعا احنا عندنا جهاز قديم بس الجهاز ده متطور ونتائجه احسن بكتير ويحل مشاكل طبعا. يعني الجهاز القديم اللي احنا شغالين بيه حاليا يعني الوحده فعلا شغاله وبنعمل حالات علاج الم وحالات شلل رعاش. دكتور علاج الالم ده مثلا للصداع المستمر او للشقيقه ولا علاج الالم مثلا لالام الظهر على اي اساس؟ انا بصراحه دكتور يعني ما شوف بقى هو حديث من القلب. مساله علاج الالم دي شويه مطاطه يعني. انا بلاقي ناس يقولك الدكتور الفلاني بتاع تقدير عطاني مش عارفه 25 ابره في ظهري. يا جماعه انتوا ازاي يعني ازاي ده؟ مش فاهمه. طب علاج الالم ده بتوع التخدير هم اللي بيشتغلوه ولا انتم ولا الدنيا؟ هو علاج الالم ده من يعني او الالم عموما لازم عشان نعالجه صح لازم نشخص صح بالظبط فين مصدر الالم. حد لحضرتك مثال مثلا على حاجتين مشهورين جدا هو الام العصب الخامس ودي من اشد الالام اللي ممكن يحس بها بني ادم. كهربا في وشي تلاقي العين مش عارف ياكل مش عارف يتكلم الام رهيبه. السابع ولا الخامس؟ الخامس. لا السابع ده عصب حركي اصلا فبيعمل تلاقي له عيان متعود يعني ما بتقدرش. لكن العصب الحسي في الوش هو العصب الخامس. ده علاجه طبعا بيشمل مراحل كتيره. اسبابه ايه دكتور؟ اسبابه الرئيسيه ان بيبقى فيه شريان في المخ ملامس على العصب. مع كل نبضه من القلب الشريان بينبط بيخبط في العصب بيعمل الاب كهرباء. يعني ربنا يعافينا جميعا. فدي علاج ده مثلا حاجه اسمها انت العلاج هنا موجه ان انا عايز اضيع الالم. في ادويه الاول بتتاخد اللي هي معظم الادويه بتاعت اللي هي بتاعت الصرع بتعالج العصب الخامس. لو ما فيش نتيجه يبقى في حاجه ثانيه اللي هو جهاز التردد الحراري اللي انا كنت بتكلم عليه. ده بيتحقن بندخل ابره من هنا لغايه قاع الجمجمه لغايه العصب وبنموت جزء من اللي بيحس فالعيان بيستريح. بس طبعا دي ممكن ترجع ثاني. لو دي ما فلحتش يبقى في عمليه بتتعمل ان انا ببعد الشريان عن العصب وبحط ماده بينهم بحيث ان دقات الشريان ما تلامسش العصب. لكن دي مخ واعصاب يا دكتور مش تقدير. دي مخ واعصاب تماما عشان نبقى متاكدين. لان انا بشوف ناس كتير جدا دلوقتي ودي برضو من الحاجات اللي انا هناقش حضرتك فيها. لان يعني انا مش ما اعتقدش ان في استاذ في الجامعه محتاج يتصور ويحط اسمه قد كده يا دكتور. اي الناس بتجي لك من غير صوره من غير اي حاجه. الحقيقه انا في ملحوظه وانا يعني ماشي في شارع اسكندريه تقريبا 95% من اليوفط اللي محطوطه للدعايه بتاع الدكاتره دي حاجه مش كويسه خالص. الحقيقه مش حاجه مش كويسه في حاجه. ده مش منتج. انت مش بتبيع سلعه يا دكتور. انت بتبيع ده انت بتبيع علم وقيمه ويعني دي مش سلعه. علاج الالم الحاجه الثانيه انا قلت لحضرتك حاجتين هنتكلم عليهم العصب الخامس والام الظهر. الام الظهر دي من الحاجات المؤذيه جدا برضو لازم اعرف الالم جاي منين. جاي من غضروف ولا جاي من المفاصل الصغيره اللي بين التشخيص الاساسي. تشخيص بعد التشخيص اقدر اعالج. واخد بالك لان في والتردد الحراري برضو بيستخدم في علاج الالم بتاع الظهر. واحنا عندنا اكتر من رساله. احنا عشان ننشط الوحده الجديده دي بندي رسائل ماجستير ودكتوراه في التخصص ده بحيث نعرف النتائج ونقدر نقول بعد كده والله العين الفلاني يتعمل له كذا حاجه بقى نتيجه دراسه عندنا وبننشرها طبعا في المجلات اللي ايه لو قدرنا دولي يبقى خير او اقليمي او محلي. الطاقه الاستيعابيه بتاعه القسم قد ايه؟ بتاخدوا كم حاله من العيادات الخارجيه ولا ممكن يجي لك طوارئ تاخدها؟ احنا عندنا القسم بنقسم لحاجتين اساسيتين الحالات الطارئه والغير طارئه. الحالات الطارئه دي بتدخل على طول المستشفى في قسم الطوارئ واحنا اللي بنعالجها. حوادث العربيات اللي واقع من ارتفاع عالي اللي ظهره مكسور اللي عنده نزيف في المخ دي بتدخل فورا وبتتعامل معاها في نفس اليوم. في الحالات بقى اللي هي الغير طارئه دي بتيجي على العياده الخارجيه بناخد من 120 ل 140 كشف. لكن احنا بنحجز على حسب استيعابنا. القسم عندنا فيه حوالي الاجمالي حوالي 200 سرير. مش كافيين طبعا. احنا عايزين 200 زيهم الحقيقه. احنا عايزين مخ واعصاب دي تبقى مستشفى لوحدها. صح بجد محتاجين كده دكتور. يمكن هقول لحضرتك ليه الضغط عليكم لان وزاره الصحه هذا التخصص ما فيهوش كتير او المستشفيات وزاره الصحه
مخ واعصاب مش كتير. واحنا الضغط علينا جاي من اكثر من حاجه، من المجاني اللي هو العين اللي ملوش تامين صحي طبعا. وانا شايف ان من احسن المشاريع اللي ماشيه حاليا ان احنا نحاول مشروع نكون التامين العيانين الصحي. لتامين صحي. صح. تاني حاجه، عيان التامين الصحي نفسه، التامين الصحي امكانياته برضو، امكانياته البشريه، ايوه، بس هو بينتدب استشاري لا، وفي حاجات يعني انا عندي استشاريين بيشتغلوا في التامين، وفي نفس الوقت الحالات اللي ما فيش امكانيات انها تعمل في التامين بيبعتوا عندي. ثالث حاجه، قوائم الانتظار بتجيلي نفق الدوله، كل ده بيصب عندي في مكان واحد. فاحنا طبعا بنرتب الحالات بتاع قوائم الانتظار حسب مين محتاج اسرع من مين. يعني ممكن يجي لي ورم في المخ اقول له لا لسه تعالى بعد شهر. معقول؟ ممكن يجي. طبعا. ليه يا دكتور؟ لو ورم حميد وفي مكان غير مؤثر ومش مزود ضغط المخ نصبر عليه. والناس بقى تبقى زعلانه وتقول لك ده انا عندي ورم والدكتور الظالم قال لي اقعد شهر كمان. احنا مضطرين نشرح. لكن لو عندك حادثه، لو عندك حادثه، لا، انا ممكن يجي لي ورم في المخ عامل انسداد في مكره السائل النخاعي، العين يموت دلوقتي لو ما دخلش العمليات. ورم عامل زياده في كميه السائل النخاعي في المخ، عامل ارتشاح في العصب البصري، في علامات معينه عندي انا بقدر اقول العيان ده يقدر يستحمل او لا. بس طبعا كل عيان بيبقى جاي معذور، هو عايز يدخل دلوقتي من العمليه دلوقتي. صح. انا المخرج عندي ايه؟ هو غرفه العمليات والعنايه المركزه. يعني انا لو عندي مريض ايا كان الورم اللي عنده وما عنديش مكان متوفر في العنايه مضطر اجله. فعشان كده انا بنقي الحالات المستعجله عشان مش يعني يتظلم. صح. صح. بس احنا كمرضى ما بنبقاش حاسين بكده، كل واحد عنده مشكلته هي اهم مشكله واكبر، وهو كل واحد معذور طبعا. عايزه اسال يا دكتور عن الامكانيات اللي موجوده الان في هذا القسم، وحضرتك وعدت انه ان شاء الله هذا العام مش هينتهي الا لما يكون في اضافه لقسم المخ والاعصاب، طبعا بوجود الاستاذ الدكتور علي عبد المحسن ورئيس جامعتنا الرائع دكتور كونسول. الحقيقه بيتعاونوا معانا جامد جدا سياده العميد ومعالي رئيس الجامعه، بيتعاونوا معانا في كل حاجه، كل حاجه بنطلبها على قدر الموجود. يعني ما ننساش ان احنا برضو العالم كله بيمر بازمه مش مصر بس، فاكيد هيبقى في ضعف بسيط موجود يعني، لكن الحمد لله بنعوضه بتبرعات الناس وكده. احنا عندنا امكانيات غرفه العمليات، يعني انت حضرتك سالتني احنا فين من بالنسبه للعالم، لا احنا عندنا كل حاجه موجوده. انت الدكتور علاء بقى بقاله سنه من قبل حتى ما يبقى رئيس قسم كان بيدور على الكبسولة، ومن برنامجي ده بقول لكل الاسكندرانية وبقول لكل الناس اللي بتشوفنا الدكتور علاء هيشرح لكم الكبسولة دي ايه. وعلى فكرة هي مش هتفيد غير المصريين برضو وغير المصريين اللي الناس اللي قاعدة عندنا، فبنرجوكم يعني احنا جبنا عرض اسعار وكان في شغل كتير في هذا الموضوع لانها صدقة جارية يا جماعة. يعني احنا يعني ده لو كل واحد بعت مبلغ صغير جدا مساله للجمعيه ديت، جمعيه المخ والاعصاب، هتفرق كثيرا. بالظبط. هي موضوع الكبسوله ما هو الا ان احنا بنطور غرفه العمليات بطريقه تخلي ما يبقاش فيه يعني معامل التلوث يوصل لزيرو، يعني مفيش عيان يجي له ميكروب. لان دي طبعا من اكثر الحاجات اللي بتاذي المريض وبتستنزف الامكانيات. يعني لو عيان عملت له ورم في المخ جاله بعد كده خراج نتيجه بكتيريا او ميكروب، العيان هيصرف مضادات حيويه قد ايه؟ ممكن يموت من الخراج. فانا لما اعمل العمليات، يعني انا في بلاد مثلا لما كنت في اليابان ما بيستخدموش مضادات حيويه، الكلام ده من فتره طويله، ما فيش مضاد حيوي قبل العمليه لان ما فيش ميكروب. فاحنا عايزين نقضي على موضوع كبسولة. دي بقى عبارة عن ايه يا دكتور؟ دي ده تغليف غرفة العمليات. أيوة. تغليف غرفة العمليات بشكل معين. والهواء يبقى ماشي حاجة اسمها لامينر فلو بشكل معين، تبقى الغرفة نظيفة معقمة مش محتاجة ان انا ادي العيان بقى مضاد حيوي، مجرد انا هحمي العيان وهنضفه ومفيش بكتيريا على جسمه هيدخل يعمل عملية هيطلع زي الفل. دي بتوفر فلوس كتيرة جدا، المضادات الحيوية غالية جدا، بتوفر ان العيان بدل ما كان هيقعد يومين في المستشفى ممكن يقعد شهر كامل، اقامه شوفي بكام، تغذيه للمريض، مضادات حيويه وادويه، كل ده تكلفه عاليه جدا. فاحنا حاليا بصدد حاليا شغالين بنعمل كبسوله، حاليا بدانا كبسولة. بنعمل كبسوله في عمليات المخ. بقاله سنه الدكتور علاء حلمه ان يكون هناك كبسوله داخل مخه والاعصاب. يعني هو مبسوط قوي والله. احنا عايزين نجهز كمان عمليات العمود الفقري بكبسوله. يعني حاليا في المخ شغالين لعمليات مخ الاطفال. مشكله الاطفال تعبوا وتخصص. احنا عندنا وحده كامله اسمها وحده جراحات المخ للاطفال، وعندنا عنايه مركزه يعني نقدر نقول من احسن عنايه مركزه في الجمهوريه للاطفال لعنايه يعني الشاب بيبعت لكم
احنا هم مشرفين عليها. الشاطبي الشاطبي مشرفين عليها بالتعاون معنا. دي بين الشاطبي طبعا الاطفال. ده دكتور تخصص دقيق. أيوة. يعني مثلا دكتور سامح شحاتة متخصص مثلا في الخصية المعلقة وفي الجراحات دي. انما المخ بقى المخ ده حضرتك احنا تخصص تاني. احنا عندنا وحدة، الوحدة دي بتخدم الآتي، بتخدم في الميري، بتخدم طبعا اعضاء الوحده اساتذه في الجامعه، اساتذه في الجامعه، وبتخدم مستشفى مهمه جدا، مستشفى برج العرب. ايوه الاوراق اصلا او اطفال. احنا اللي بنشتغل هناك واحنا بنشتغل هنا، يعني بنشتغل في الميري وبنشتغل في برج العرب. الشاطبي ما بنعملش فيه عمليات مخ، الحالات بتجي لنا من الشاطبي، تدخل عندنا تعمل عمليه تطلع تقريبا. كان دكتور عدوي هو في كتير بيشتغلوا في كتير بيشتغلوا في الاطفال. رئيس الوحدة حاليا الدكتور وائل خضر. ومعاه الفريق بتاعه طبعا تحت اشرافه اطفال، بنشتغل عمليات مخ اطفال من سن يوم. احنا بنعتبر الاطفال عندنا من يوم ل 16 سنة. طب دكتور ممكن اقول لك نسب النجاح ايه؟ وهل هي مع التطور في التقنيات الحديثة بالنسبة للجنين؟ يعني انا دكتور سامح كان بيقول لي من الممكن ان نعمل عمليات، بس طبعا مش في مصر، قبل ما البيبي يتولد. بس قال لي ديت برضو من الحاجات المكلفة جدا، لكن بتفيد جدا. هي طبعا مش بتتعمل عندنا العمليات اللي في بطن الام دي، بس احنا بنعمل عمليات من سن يوم. اللي عنده ورم او عنده مية على المخ او عنده اي عيب خلقي في المخ، توسيع جمجمة، في حاجات عمليات كتيرة يعني الوحدة دي بتشتغل كل يوم. طبعا نسبة النجاح بتاعتهم. عايز اقول لحضرتك ان كان في مؤتمر، احنا عندنا المؤتمر الدولي السنوي بتاعنا بتاع قسم جراحة المخ والاعصاب. طبعا يعني المؤتمر السنه اللي اتعمل في شهر 9 اللي فات ده كان حضروا اجانب من امريكا ومن انجلترا من جمهوريه تشيك من الدول العربيه. ده لقيمه المؤتمر. انت لو المؤتمر ده مش قيمه دكتور مش هيجوا. اللي عايز اقول لحضرتك ان احنا قدمنا الابحاث بتاعتنا وشغلنا، احنا بنقدم شغلنا طول السنه. يعني الحمد لله كان يعني متماشيه تماما مع اللي بيتقدم، والناس الاجانب كانت منبهره جدا بالشغل بتاعنا. عدد الحالات اللي عندنا مش موجود بره، يعني انت مش هتلاقي في المستشفى الرئيسي الجامعي اللي بتعمل فيها كم عمليات ده، مش ممكن تلاقيه في اي مركز في اوروبا مثلا. احنا بنشتغل في السنه حوالي 2000 الاجمالي حوالي 2500 عمليه. قبل كده انه يعني عدد ضخم ورشه، يعني حضرتك قلت لي اللي حتى الخيبان بيتعلم، يعني ازاي انتوا تقولوا ان الطبيب المصري بيقول لي الحالات بره؟ حضرتك قلت لي الحالات بره الاستاذ اللي زي حضرتك البروفيسور ممكن يشوف حالتين بس. في حاجات احنا فعلا بنشوف هنا بكميات رهيبه. الحاجه الثانيه ان احنا دلوقتي عندنا متدربين من دول كتيره جدا، يعني في اتفاقيه حوض النيل دي بيجي لنا من الكونغو، بيجي لنا من تنزانيا، بيجي لنا من كينيا، السودان، العراق، كل دول بيبقوا سفراء لنا بعد كده. الولاد بيجوا عندنا يقعدوا 3 أو 4 سنين بياخدوا ماجستير جراحه مخ واعصاب، ماجستير بيروح يشتغل عنده بقى خبير فعلا بجد. احنا يعني الاسبوعين كان عندنا مناقشه واحد منهم، من شهر كان في واحد عندنا، دايما 7 لـ 8 الناس بتروح وناس بتيجي، وبعدين بيقولوا لبعضهم بقى ده اسكندريه فيها مكان كويس روح اتعلم فيه. دي حاجه كويسه جدا جدا جدا. طيب تاني حاجه ان القسم بتاعنا برضو مغذي كل الدول اللي حوالينا، قسم جراحه مخ واعصاب هتلاقي السعوديه ما شاء الله ناس من اسكندريه ماسكين مناصب عاليه جدا وبيعملوا شغل عالي جدا في السعوديه. طلاب لا كانوا طلاب جامعه اسكندريه اتخرجوا من عندنا خلصوا نيابتهم عندنا وسافروا انجلترا. لا استشاريين كتير جدا من اسكندريه، المانيا، دول الخليج طبعا، الامارات، السعوديه، الكويت، كل ده هتلاقي يقول انا اتعلمت في قسم جراحه مخ واعصاب في اسكندريه. طيب انا السؤال اللي عايز اساله لحضرتك بقى عن مانشستر وعن الجامعه الاهليه. الجامعه الاهليه الى حد كبير هي لسه في رحم كليه الطب. طبعا ده بيأثر على الاساتذه يا دكتور، ولا على يعني بيأثر على الاساتذه بانهم هنا وهنا؟ وخلي بالك في اقبال شديد جدا برضو لانها كليه طب اسكندريه. طبعا يعني انت عارف حضرتك ان دلوقتي في طب الاكاديميه وفي كذا طب، يعني الا انها تبقى جامعه اسكندريه، فده ممكن يؤثر على الاساتذه داخل الكليه. هو اكيد هيحط عبء زياده على الدكاتره. يعني مع يعني ما يبقى الواحد ملتزم بتدريس في اسكندريه وتدريس في مانشستر وتدريس في البرنامج الدولي، يعني طب اسكندريه فيها كام برنامج لوحدها قبل الجامعه الاهليه؟ صح فيها فرع القسم الفرنساوي اللي هو الماليزي، وفيها لا الفرنساوي حاجه والدولي ده اللي فيه الماليزي،
ومانشستر والبرنامج العام في اربع برامج. مانشستر يا دكتور فيها اقبال؟ مانشستر هي بصراحه تعليم رائع بجد؟ بدايه لان عدد وعدد طلبه قليل لان هي طبعا غاليه بس هي يعني يكفي ان الطالب بيتخرج معاه درجه مشتركه معاه من مانشستر ومعاه من اسكندريه وبييجوا طبعا مانشستر. انتوا ملتزمين يا دكتور انتوا ملتزمين بالبرنامج الخاص بمانشستر في طب اسكندريه يعني في القسم بتاع مانشستر؟ ما هو اصل هياخد دبل ازاي هياخد شهر؟ احنا عليك طبعا الكلام ده اكيد يعني عرفه اكتر مني الدكتور طبعا. علي والدكتوره ايمان وكيله الكليه بس اللي انا عارفه اما كان بيتعمل. لا بس كلكم في بوتقه واحده يا دكتور. احنا ملتزمين بص عليكم عشان يوافقوا اصلا ان دي اول مره تحصل في الشرق الاوسط صح الجامعه ان الجامعه تدي عشان يوافقوا على الكلام ده. طب بالذات احنا فضلنا في مفاوضات رايحه جايه وناس من عندنا سافرت ايام الدكتور محمد هشام ربنا يديله الصحه راح انجلترا وايام الدكتور احمد عثمان عميد الكليه السابق. الكلام ده اتعمل يعني على مدار ممكن نقول اكتر من سنه عشان يدونا موافقه ان الكليه دي هتدي الدرجه دي بتاعت مانشستر. فكل حاجه نفس المنهج نفس طريقه التدريس. الاستاذ اللي بيدرس في مانشستر بيتعمل له انترفيو عشان يدرس مانشستر من جوه الكليه فمش اي حد بيدرس. الطلبه طبعا عددهم قليل متوقع انهم هيزيدوا بس هم نفسهم قالوا مش عايزين الطلبه يزيدوا عن 100 طالب يعني هو برضو من شروط هم لهم شروط اكيد كريدت اور سيستم بطريقه جيده زي اللي بيحصل في مانشستر بالظبط نفس طريقه التدريس فدي بتخرج طالب اكيد كويس. طيب عايزه اسال في الجزئيه دي برضو اما يتخرج عندي طالب من مانشستر يبقى معيد في مانشستر بقى في جامعه اسكندريه يعني طلع اكيد الطلاب دول الولاد المساله ده احنا درس خصوصي ده غير بقى طلبه كليه الطب وغير الاهليه وغير كده. هو حكايه معيد دي بتبقى بترتيب الطلبه في الدفعه كلها داخل الكليه. مانشستر لها نظام لوحده. أيوة. يعني البرنامج العام والبرنامج الدولي والماليزي دول ما الماليزي ده جزء من البرنامج الدولي هو بتقال الماليزي لان اكتر ناس كان بيدخلوا فيه زمان الماليزيين لكن هو اسمه البرنامج الدولي فيه طلبه عرب وماليزي وكل حاجة. دول بيترتبوا العرب من المصريين منهم طبعا الماليزي والكويتي والسعودي ده مش هيتعين عندنا لكن المصريين اللي في البرنامج الدولي دول بيدخلوا في الترتيب العام. لماذا تراجع البرنامج الفرنسي؟ دكتورة مجدة دخخني جاري تنشيطه جاري تنشيطه حاليا يمكن يا دكتور عشان الخريجين اولا هو ما بقاش فيه دلوقتي الا الباك الفرنساوي وطبعا مدرسه فرنساوي سان ماركو وبالنسبه للبنات شامبليون لكن ليه تراجع؟ هل لان الطب انجليزي يعني هو بص حضرتك احنا لما باجي احول هي دي نقطه مهمه جدا. انا دلوقتي لما بكون في اي بلد في اي مؤتمر اوروبي في المؤتمر بتاعنا احنا بتاع اسكندريه تتحدث اللغه الرسميه الانجليزيه فبتاع الفرنساوي دي انا حتى انا لما بقابل فرنساويين في مؤتمرات في اوروبا حتى هم بتبقى تقيله عليهم انه لازم المفروض عليه يتكلم انجلش فبتبقى تقيله عليه فلما يبقى الطب كله انجليزي فصعب ان انت تلاقي ناس هيتعلموا الفرنساوي في بلد بتتكلم بالعربي يعني الموضوع اي بس هم تعلموا فرنساوي على فكره انا عشان انا تعلمت فرنساوي منذ الصغر مساله صعبه يعني انت عشان تخلي حد يتكلم انجليش هو بيبقى الانجليش بتاعهم كويس مش وحش بس كل دماغه يا دكتور بالفرنش وعلى فكره الفرنش ده مش لغه سهله فعشان تحوله يعني انا بعتقد انهم سهلوا على نفسهم يعني انهم لما الجامعه والدكتوره ماجده دخخني وهي احد بنات الراهبات سان جوزيف فاكيد هي كان في دماغها كان في صعوبه لما تغير الفرنساوي ده تخليه انجليزي لكن انا دايما بقول انه برضه لان هي اللغه العالميه الانجليش فهي مهم. طيب ماذا عن تعريب الطب؟ كان في ناس كتير جدا بقى عماله تقول لك ايه احنا بدايه الطب ده عند الفراعنه واحنا لازم الطب يبقى بالعربي ينفع؟ هو نظريا طبعا ينفع بس صعب جدا بس ينفع. ليه دكتور اذا كنت حضرتك لما حتى لو انا باجيب الانجليزيه بشكل جيد في اكسبريشن ما اعرفوش الا ان حضرتك تعرف وفي مهنتي في بعض الاكسبريشنز برضو حضرتك مش تعرفها اكيد طيب يبقى اذا هعربه ازاي؟ سوريا قعدت فتره تدرس الطب بالعربي ما نفعتش
هو المشكله ان انت عشان تدرسي الطب بالعربي مش هتعرفي تمشي معاه عالميا، هتبقى صعبه، هتبقى حاجه يعني لوكال قوي. لكن هي عشان الطب يدرس بالعربي لازم اللغه العربيه تسود بقى، ودي لسه حاجه يعني احنا اعتقد بعيد شويه عن كده، هو صعب دلوقتي الحال. كسر. خليني ارجع لحضرتك، امتى تقول للمريض انت محتاج عمليه في العمود الفقري؟ عمليات العمود الفقري كلها او معظمها جراحات وظيفيه، يعني عيان عنده غضروف فبيشتكي بوجع. لو انا كشفت على العيان وما لقيتش فيه اي ضعف في العضلات او عدم تحكم في البول او الحاجات اللي هي تخليني اقول له ده انت لازم تعمل، يقول لي اكتب لي علاج، اقول له لا. لو ما فيش الحاجات دي يعني عامل كل مشكلته انه رجله بتوجعه، ولما بياخد مسكن بيبقى كويس، ولما بينام في السرير بيبقى كويس، ما اقدرش اقول له لازم تعمل عمليه. امتى اقول لازم عمليه؟ لو في ضعف في العضلات، لو غضروف في الرقبه عامل ضعف في عضلات الايد والرجل، غضروف في الظهر عامل ضعف في عضلات الرجل، غضروف في الرقبه او الظهر عامل عدم تحكم في البول او البراز، عمليه فورا والا يحصل مشكله. عملية وفورة. دكتور خليني أسأل حضرتك كمان، في أطباء يعني هوايتهم العمليات، وفي أطباء يقول لك لا خد علاج مش عامل عملية. هو الحقيقة الموضوع ما يمشيش بالهوايات، هو في علم بيقول إن العيان ده محتاج عملية أو العيان ده يمشي بالعلاج، والقاعدة بتقول العيان اللي بيمشي بالعلاج حرام نعمل له عملية. يعني عملية آخر حاجة مش أول حاجة، الا حالات اورام، واحد عنده ورم مثلا في النخاع الشوكي ده لازم يعمل عمليه، حتى لو مش تعبان، لان الورم هيكبر وهيضغط على النخاع الشوكي ويعمل له شلل، فده لازم نجبره على عمليه، او نقول له خلاص انت مش عايز تعمل عمليه اقعد في البيت، ونشرح له ايه اللي هيحصل له بعد كده. لكن مفيش يعني الموضوع في الطب ما ينفعش يمشي بالاهواء، ما ينفعش الدكتور ده غاوي عمليات والدكتور في، طبعا يعني للاسف موضوع يعني ليه توتر العلاقه بين الدكتور والمريض، لان في بعض الدكاتره برضه ممارساتهم مش مظبوطه 100% اكيد. يعني احييك يا دكتور، التعميم يعني. التعميم لا يجوز في لا الاطباء ولا في اي مهنه طبعا. في ناس كويسه جدا وفي ناس خصائصهم البشريه ما هياش طبيعتهم مش كويسه. انا بقى عايزه اسال حضرتك، مش مساله الجراحات فقط ولكن العلاجات برضه، من الاتهامات المتبادله بين الطبيب والمريض بيكتب لي دواء علشان هو على علاقه قويه جدا بالشركه دي، وانه الاسم العلمي ما هواش كذا. لا، طب ما تدونا انت مع الاسماء العلميه دكتور، يعني ان احنا يعني في التامين الصحي مثلا ما عندهمش القصه دي خالص، انت حضرتك تاخد دواء سكر، عايز تاخد الدواء السكر خده بالاسم العلمي، عايز تاخده زي ما تشتريه من بره ادفع عليه نص التمن. لا إيه رأيك؟ هو طبعا المفروض برضو الموضوع كله محكوم بالعلم. هي يعني احنا يمكن شركات الادويه عندنا فيها يعني مشاكل، مش عايز اقول برضه مافيا عشان الكلمه دي تحسب، لكن في يعني في بعض الاماكن بره هو الدكتور بيكتب ان العيان ده محتاج كورتيزون مثلا او محتاج نون استرويد دواء مضاد للتهابات. كلينيكال فارماسي هو بيدخل يكتب الدواء بجرعه الدواء، والدواء ده ينفع مع دواء ده. الممارسه عندنا غير كده خالص، مرسى عندنا ان الدواء مثلا نزل اسمه فولتارين. فولتارين في 100 شركه عملوه ب 100 اسم مختلف. دي ارخص شويه، دي الحبايه صغيره، دي الحبايه طعمها حلو، ده دواء شرب. الكلام ده كله بيخلي الدكتور نفسه في حيره من امره، ياخده البوس ولا ابره ولا شرب ولا فهي يمكن ممارسات. انا برضو مش عايز اقول كلام يحسب عليا، ان الدواء الواحد يطلع منه 100 صنف بنفس الاسم الماده العلميه، يعني مثلا في دواء صراعات شركات. ايوه، فالدكتور بقى في النص محتار، بس هو انصح الدكتور يكتب الدواء الفعال اللي يكون سعره ارخص، يبقى كده واقف مع العيان قدر الامكان. طيب اخر سؤال بالنسبه للمخ والاعصاب بقى، عشان هم عاملين يشاوروا لي بس انا عندي يعني الاسئله تتزاحم في ذهني بشكل كبير جدا. يقول لك ايه، ما تاخدش الدواء المصري عشان الماده الفعاله بتاعته ما هيش كويس. يا ده بعض الاطباء يا ريت تشوف حد بره يجيبهولك او اشتريه كده. طب انا اشتري الدكتور دواء كده ملوش اي هويه ولا لا الكلام ده مش مظبوط. في شركات ادويه في مصر محترمه جدا 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 بتصنع للسوق المحلي وبتصدر، في شركات عندنا بتصدر للدول العربيه ودول اوروبيه وكندا.
انا اعرف بعض الشركات، فاحنا التصنيع عندنا ممتاز جدا، واللي يشكك في الدواء المصري يبقى يعني مش الاستاذ الدكتور علاء النجار رئيس اقسام المخ والاعصاب وجراحتها بكليه الطب جامعه الاسكندريه. الحقيقه احنا بنستانس بحواره ونستفيد بشكل كبير جدا، ليس على المستوى المهني فقط، ولكن الحقيقه على المستوى الانساني والمجتمعي، لان احنا دورنا رساله بنقدمها وبنوعي. دايما انا كنت بقول للدكتور علاء، وجودك في التلفزيون هو رساله، مش مساله انك هتطلع في التلفزيون ابدا، لا هو ليس بحاجه نهائيا للظهور ولا الشهره بقدر ما هي رساله كبيره جدا. ارجوك حضرتك تقول رساله كمان لكل اهالي الاسكندريه اللي يحبوا يتبرعوا، لان ده دورنا كتلفزيون ان يكون هناك مساهمه مجتمعيه بشكل كبير جدا لقسم هو الأول، هو النادر، هو الأكثر إقبالا، واللي مش واخد باله، اللي مش عيان النهاردة عيان بكرة، واللي عيان بكرة مش عيان بعد كده، فده دين عند الله لازم ندفعه جميعا. الحقيقة أنا بداية بشكر شعب اسكندرية والمصريين عموما، لأنهم فعلا واقفين جنب القسم وجنب الكلية وجنب الجامعة. في جمعية أصدقاء مرضى جراحة المخ والأعصاب، دي جمعية مشهورة في وزارة التضامن الاجتماعي، ودي اللي بتصرف على العيان الغلبان اللي بيدخل القسم لو في بعض المستلزمات مش متوفرة. طبعا وجودهم يقدر دكتور انهم حد اي حد عايز يتبرع من طبعا اصل الناس فاكره يتبرع وبياخد ايصال بالتبرع بتاعه. الناس فاهمه يا دكتور ان التبرع لازم يكون عندي ملايين. لا طبعا، اول القطر يبدا اول السيل يبدا بقطره. ايه المشكله لو انا حتى بتبرع من مصروفي وعلم ولادي ان ده دفاع اجتماعي للقادم. فعلا دي حقيقه، وزي ما حضرتك قلتي يعني انت ممكن تتبرع بحاجه هي هتفيدك انت شخصيا او حد من ولادك او حد من جيرانك بعد كده. نورتني يا دكتور علاء، ببقى سعيده جدا. ما تبقاش تغيب علينا كده يا دكتور علاء، كل اسبوع تاجل. لا احنا مش هنبقى يعني موافقين على كده، هننتظرك نشوف بعد كم شهر كده ايه الجديد، ونبتدي بقى نصور داخل هذه الوحده، عايزين نشوف عمليات الشلل الرعاش، لان ده امل لناس كتير جدا جدا متضايقه من هذه المساله. نورتني وشرفتني. شكر جدا. ودائما وابدا كل التحيه والتقدير. عالم كبير، وعلى فكره دايما العلماء صفاتهم التواضع. دكتور علاء النجار لا يعني اقول ابسط من البساطه في تعامله مع مرضاه وفي تعامله مع كل زملائه، فشرفت بوجوده معنا النهارده على الهواء مباشره. وفي النهايه يا باقي استر لنا الباقي، فاصبر لها لعلها ولعل رب العباد يحلها. كانت معكم أمل صبحي.